فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أبيع أرضا على شخص قد اقترض ماله من بنك الربوي؟ نعم. هل يجوز أن أبيع أرضا على شخص قد اقترض ماله من بنك ربوي؟ لا، ما يجوز تبيع على شخص معه ربا، معه مال من الربا. المال من الربا حرام. لو أنه سارق المال يجوز تبيع سلعك عليه وأنت تعلم أنه سارق هذا المال أو غاصب هذا المال من صاحبه، يجوز لك تبيع عليه؟ لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا علمت أن هذا المال من الربا وشربه منك لا تبيع عليه. أما لو شرى في ذمته، لو شرى في ذمته درهم في ذمته، فأنت تبيع عليه لأنه ما تعين أنه ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لو قال بهالدراهم أشري منك بهالدراهم وأنت تعرف أنها حرام، ما يجوز هذا. نعم.